نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا لي الحمد لله هذه ثالث سنة أدرس ببريدة، فالأهل والأصدقاء وجميع الأقارب يعني يلومونني على عدم ما أتصل فيهم، يقولون علي أني قاطع الرحم وكذا، بعض الشباب يلومونني بهذا علما أنني لا أستطيع أن أتصل بهم جميعا. أما الغائب عن أهله الأقربين كالأم والأب والأخ فلا ينبغي أن يقطع عنهم أخباره، فالهاتف ولله الحمد يقرب البعيد، تستطيع أنت أن تتصل بوالديك كل أسبوع مرة. أما الأصدقاء فكما أن لهم حقا عليك فلك حق عليهم، قل أنتم أولى أن تتصلوا بي لأني أنا يشق علي وأنتم لا يشق عليكم. أما القرابة كما قلت، القرابة الأقربون لا تخليهم، لو تتصل بهم كل يوم جمعة أو كل يوم اثنين حسب ما يتيسر لك. طيب يا شيخ، هل التلفون يعتبر وسيلة وصلة الرحم؟ التلفون كيف وسيلة اتصال، لأنك كأنما تخاطبهم من فرجة، تدعوهم يا والدي يا والدتي وشلون كذا وشلون كذا، مسألة واضحة. أحيانا لا حصل الوالد يعني على التليفون. نعم، الوالد لا حصل على التليفون معظم الأحيان يعني. طيب، ثلاثة أشهر أربعة أشهر ما حصل يعني. تقول لأهلك أخبر الوالد بأني في الساعة الفلانية هزم عليه، حدد الموعد بينك وبينه، ثم هو إما أن يناسبه هذا الموعد أو لا يناسبه، ثم يقول لأهلك يتصل عليه بالوقت الفلاني الذي يناسبه. الله يجزاك خير.